في الدجوة هيقول لك ايه ونرجع تاني. السلام عليكم، معاكم شريف الدجوي، مصري مقيم في هلسنكي فنلندا من حوالي 33 سنة. هاجرت لفنلندا سنة 1990. أنا كنت في شبابي في منتخب مصر للجودو في الفترة ما بين 1984 لحد وقت الهجرة، يعني لغاية سنة 1990. أنا بعتبر نفسي محظوظ لأن كنت موجود في فترة ذهبية جدا، وهي فترة الثمانينات أو أواخر الثمانينات. الفترة دي كان فيها فريق جودو من أقوى الفرق اللي مصر شافتها على ما أعتقد، وتحقق فيها حاجات جميلة جدا جدا. أكتر حاجة أذكرها أولمبياد لوس أنجلوس اللي اتعملت سنة 1984 في أمريكا. الأولمبياد دي كانت جميلة جدا جدا، والكابتن رشوان قدر إن هو يفوز بأول ميدالية أولمبية للجودو المصري، وكنا قريبين جدا إن احنا ناخد الذهب. رشوان عمل ماتشات جميلة جدا جدا من الدور الأول حتى الدور السيمي فاينل قبل النهائي. تكنيك عالي وروح قتالية قوية جدا، وكان الماتش النهائي مع الأسطورة ياماشتا الياباني. ياماشتا في الرحلة بتاعته في لوس أنجلوس من التمهيدي لغاية قبل النهائي اللي هو سيمي فاينل انصاب إصابة بالغة جدا في ركبته، وكنا بنشك ان هو هيقدر يطلع يلعب لان كان في الغرف الخلفية بتاعت الملابس والتسخين بتوع اللعيبة كان واضح جدا ان هو تعبان، وان كان حواليه عدد كبير جدا من الدكاترة بيحطوا له تلج وبيحاولوا يعالجوه قبل الماتش النهائي. في الماتش النهائي كابتن رشوان لعب نظيف جدا من غير ما يصيب ياماشتا في رجله المصابة اصلا. كابتن رشوان خسر الماتش دوت بلعبه النظيف، لكن كسب حاجات تانية كتيرة جدا. كسب احترام وحب ناس كتير في الرياضة وبره الرياضة. أصبح الفريق المصري مميز جدا كفريق أجنبي موجود في اليابان، بناء على ما تم من الكابتن رشوان من أخلاق حميدة. بصراحة لما كنا بروح اليابان بعد كده بعد الأولمبياد ديت كنا بنتعامل معاملة خاصة، وشركات كتيرة كانت بتتنافس إنها تدعونا للعشاء خارج المعسكرات الرياضية وتتعرف علينا كفريق مصري. أنا بعتبر نفسي محظوظ إن أنا كنت في الفترة الذهبية ديت. شكرا شريف الدجوي. هتقول إيه للكابتن شريف الدجوي؟ طبعا مشكر على كلامه لأنه كان حاضر كل حاجة، هو كان أقرب لأنه كان في نفس وزني، فكان هو أقرب لأن احنا بنسخن مع بعض تملي. ربنا يشفي له والدته، والدته مريضة فربنا يشفيها له وطمنوا عليها. إنسان محترم جدا، خلوق جدا، أتمنى له كل خير إن شاء الله. طيب قبل ما اطلع فاصل أنا عندي كده سؤال عاوز أسأله لك. هل رشوان لو كان كسب الذهبية هل ده بتتحسب للتيم كله ولا هي بتبقى فردية الواحد؟ لا فردية. فردية. لأن شو أنا بس هي في نفس الوقت تتحسب للتيم. للتيم. للتيم، لأن هو إحنا تيم واحد. أنت الألعاب دي ألعاب فردية، لكن ما فيش حد بيتمرن لوحده. لازم معاك فرقة تتمرن معاه. ما ينفعش إن أنت هتشتغل لوحدك، صعب. دي أكيد. لكن لازم في حاجات تقدر تشغل لوحدك، لكن مش كل حاجة. اغلب الحاجه لازم شغاله تيم مع بعض. يعني ايه علاقتك بالاعلام؟ بس قبل ما نقول نبدا نتكلم بقى هناخد بس فاصل ونواصل عشان تشرب حاجه بس كده ونرجع تاني، لان لسه عندنا حكايات كتيره جدا. ناخد فاصل ونواصل حلقه الليله من المجري.